فارسنا القادم من دولة روسيا الفارس الروسي فلاديمير توغانوف، يعود مرة أخرى للمشاركة الفارس فلاديمير توغانوف، يبدأ جولته بداية أكثر من رائعة الفارس فلاديمير. اجتياز موفق لأولى الحواجز من الفارس الروسي فلاديمير توغانوف. هل يأتي برقم جديد؟ لكن دخل من الداخل حاجز رقم 12، إذا ينهي الفارس جولته بزمن 67.13 بجولة نظيفة خالية من الأخطاء. المركز الثامن المؤقت. بفرسي ثلاثة حتى الحبس أحسن حبس توقيت.